مرحبا شباب، مليتوا من الطعام الجاهز اللي ما بيه فوائد للأسماك. اليوم راح أشرح لكم طريقتي بتحضير عصير الخضروات الطبيعي للأسماك. مثل ما تعرفون، الأسماك تحتاج إلى المعادن والفيتامينات لدعم وظائف جسمها. راح نحتاج إلى الجرجير والرشاد والبقدونس. كل هاي المكونات خليها مرة واحدة بالخلاط، أهم شي تكون هاي الخضروات طازجة. اهم شيء من بعد ما نوضع هاي الخضروات كلها ننظف في المكان، لانه ام البيت اذا شافت هذه الاوساخ راح ننطرد احنا والاسماك من بات بالبيت. نحتاج الى كوب واحد من ماء الحنفية. هذا الماء اللي خليناه عمدي يسهل عملية خلط الخضروات. ورا ما نخلص نشيل الخلاط على السريع قبل ما تجي زوجتي، وهاي الخلطة كلها نبدي نصفيها من المي. انتو تقدرون ما تصفوها، تطوها اياها يعني بعد ما تجمدوها هي والمي، بس هذا المي راح يحول المياه الى مادة خضراء، يعني ينشط دورة الطحالب، فانصحكم انه تتخلصون من هذا المي. طبعا نخلي هاي الخلطة بهذا الكيس ونوزعها على مود يسهل علينا ورا ما نجمدها نعطي قطع صغيرة للاسماك. نغسل اللي سويناه ونخليه بالثلاجة، وراح نخليها بالثلاجة. نعطي كمية قليلة للأسماك. أنا هنا خليت كمية كلش كبيرة لأنه عندي أسماك عددهن كلش هواية. مساوئ هذه الخلطة أنه تحول المياه إلى اللون الأخضر وتنشط الطحالب، مع العلم أنه الطحالب مفيدة إلا أنها مكروهة من قبل المربين. اللي اطلبه منكم انه من تطون هذه خلطة تطفون جهاز الفلتر. تحياتي لكم، ان شاء الله تفيدكم، مع السلامة.